خش. شغالة مع جوزك اللي جه معاكي المرة اللي فاتت، وهي اللي اتفقت معاكي على اللي قلتيه؟ ايوه والله اللي اتفقت معايا على كل حاجة. وهو يعرف ولا لا؟ معرفش، سيبيني هقولك. بصي، متهيألي ان هو يعرف، لأن أنا لما اتفقت معاه كان في مكتبه، وهي بعتت لي الشيك ده النهاردة، قالت لي إن أي حد من قرايبي لو جه يقدر ياخده ويصرفه. الشيك طالع باسم جوزك وبإمضته لحامله. أنا كده قلت لك كل حاجة. ممكن بقى تركزي مع جوزك والست اللي معاه في الشغل دي وتسيبيني انا في حالي؟ انا ماليش اي دعوه. جرايه يا ماما، جرايه يا حبيبتي، مالك يا حبيبتي كده داخله بزعابيبك علينا؟ ايه، ما حدش مالي عينك هنا ولا ايه؟ هو في ايه يا جدعان؟ هو في حد بيتكلم ولا دي كركبه بطن؟ الله، انتي طلعتي لابط بقى وعايزه يتعامل معاكي الصح، وانا يا اختي اللي هعمله معاك الصح. لا دي مش كركبه بطن، ده لسانه هيتقطع دلوقتي. وهو يا بنتي الجزمه، جرايه يا بنت، جرايه، ده انا ميه مالحه، ده انا دربيش شوارع، ده انا رضعه من المجاري. جرايه دي وهي مين عايزه الاسعاف يشيلها؟ ايوه كده، اسحبي منك ليها. اتفضلوا. ايه ده يابا؟ هنقعدوا ازاي هنا؟ زي الناس يا حمو. هو انت كنت عايز تفضل قاعد عندك لغايه لما البوليس يجي ويقبض عليك؟ ايوه تقبض علينا ليه؟ احنا اصلا ما عملناش حاجه. يا عم اسكت، انت مش شايفني بتكلم؟ انا بسالها يا كبير. وانا بنعمله ايه بالغنوله؟ وطي صوتكم عشان ما حدش يسمعني. حد ايه؟ هو في حد هنا غيرنا يا بطل؟ ده احنا في صحراء، انت جايبانا في ايه؟ شش، اتفضل. لا حول ولا قوة الا بالله، بقى نسيب المطرح الحلو اللي كنا فيه ونيجي نترموا هنا؟ اسمع الكلام يا حمو، انت ورجالتك في خطر، ولازم تتكنوا كده في مكان بعيد عن العين. لحد امتى؟ لحد لما تموت. مين اللي تموت؟ عزة. كلها يوم ولا يومين ونخلص منها، وساعتها القضية هتتقفل أو هتتنسي، وساعتها ترجعوا اسكندرية وتعيشوا حياتكم عادي. نعم يا أختي. يعني انتوا هتقتلوها؟ آه. هي اللي كتبت شهادة وفاتها بإيديها، غبية. يا ابني انت هتخاف عليها أكتر ما هتخاف على نفسك. مهما كانت عزة برضو يا جدع، مننا وفينا. أكلكم وشربكم موجود، والحاجة قبل ما تخلص هبعت لكم غيرها. سلام. على فين يا أبو راحة فيه؟ عايز إيه يا حمو؟ عايز المحاميل اللي انت واخداها مننا. لا، المحاميل دي اللي هتوصل البوليس لحد هنا. يا سلام، يعني انت هتسيبيني في الهو ده من غير تليفون؟ عايز أطمن على مصالحي، أكلم العيال. هو أنت فاكر إن تليفون مراتك مش متراقب؟ حمو، انت ورجالتك في كارثه، الغلطه في فوره. سلام. اه افتكرت، بقول لك ايه، انا هقفل عليكم الباب من بره، معلش لحسن حد فيكم كده الشيطان يوزه ويفكر وينزل. هو احنا محبوسين ولا ايه؟ دي اوامر صفوان بيه يا حمو. ايه يعني صفوان بيه؟ هو مسافر بالسلامه وهيرجع؟ هي دي يعني اول مره صفوان بيه يسافر فيها؟ ويعني لا قدر الله صفوان بيه لو حصل له حاجه، ابنه موجود هيحل مكانه. هو مع الداتا بتاعتكم وبتاعت غيركم. شفت يا حمو؟ شفت وصلتنا لايه؟ خليك انت راكب دماغك كده وسحبنا انا والغلبان ده وراك، وصلتنا على فين بقى؟ دينا اتحبسنا اهو، نخرج ازاي بقى؟ وبعدين انا مالي، انا اصلا بأم الحوار ده كله يا معلم حمو؟ يا احنا نيجوا من اسكندريه عشان نتحبسوا هنا؟
ايوه اقعدوا انتوا الاثنين غنوا وردوا على بعض عشان انا ناقصكم. قومي هات التهوا شوف المطرح ده فيه ايه. ما تتحرك يا عم. هيكون فيه ايه المطرح كده برضه؟ عزه اديكي رحت بلاش.